السلام عليكم الحباب، جزاك الله راكم ملاح. بيت برك نقول لكم واحد الحاجه، باسكو بالجمعه كان من المفترض اني نحط فيديو على الجزء الرابع تاع الاجوبه على لي كيسيون تاعكم. كما عودتكم كل خميس وجمعه نحط فيديو، لا غالبا الجمعه ما حطيتش فيديو باسكو كان واحد الانسان نعرفه تخلى المستشفى، الحمد لله الحاله تاعو راهي مستقره. وشنو هو ان شاء الله حندير في الايام المقبله هذه؟ ان شاء الله غنلقى شويه وقت باسكو انا نلقى وقت غير في الويكاند باش نسجل لي فيديو هذوما باش نجاوب على الاسئله تاعكم. غنلقى ان شاء الله شويه وقت ثاني باذن الله نبيبلي لا فيديو الجزء الرابع لي كيسيون على لي الاجوبه على لي كيسيون تاعكم. حبيت برك نقول لكم الحباب كاين الجماعه اللي راهي تقول بلي شغل انا علاش حتى نشارك هذه في القرعه الامريكيه، ما عنديش زهر ونعرفه. والله هي ليكيب غير هذه شغل كيما نقولوا اقدار تاع ربي سبحانك، ماشي انت اللي ديسيدي ولا ماشي بون هو اللي ديسيدي تاع لومباساد وكلش تاعهم. على كل حال بصح شو سيت ان بروغرام برنامج اوتوماتيكي خير الاسماوات اوتوماتيكيا، صح لازم تكون مؤهل باش تبارتيسيبي في هذه العفسه. دونك ما عندك ماك خاسر، انا قلت شغل فوتو كاين بزاف لي غاليرا بزاف كاين بزاف حصل في هذه تاع لا فوتو ليكيب ماشي حاجه. انا بالكم شتوما فوتوغراف اذا يعرفوا ولا لا، ولا ماجوريتي يعرفوا علاش ما يعرف. وشنو هو انت اسيستيه برك شغل كي يبعث لك التصويره هذيك حطها مباشره في البرنامج اللي فيريفي لا فوتو اسكو فاليد ولا لا. باليش ولا ماركيت ولا لا لا، مي راهو الخريف في كندا، والخريف في كندا هو احسن سيزون واجمل سيزون في كندا. شوف صيف هنا دوك نعطيكم شويه ان كومباراتيف بين زعما الجزائر، وتقدر تقول ثاني المغرب، وتقدر تقول ثاني تونس باسكو شغل المغرب العربي، شغل تقدر تقول بلي عندنا كليما مناخ واحد. هنا في الصيف صدقني انا شغل ما حسيتوش مليح، مي باسكو كنت في ليزيل دو لا مادلين، جزر المادلين، وراني نوجد في الفيديو هذه. لكن شغل الصيف هنا صامط بزاف. دو نقول لك علاش صامط بزاف. سخانه انورمال، سخانه نورمال وتعرق، شايف تعرق بزاف. وشو تحس روحك شغل داخل الفور هكا؟ على بالي بلي تاع الجزائر كاينه سخانه وارقه واش كاين، مي هنا شغل سخانه سانطه شويه، سورتو كي تبدا توالف هنا الكليما يعني المناخ تاع البلاصه هذه. صدقني غير راح تجيك بزاف، يجيك بزاف صامت باسكو شغل الكور تاعك بدا يوالف شويه البروده، بدا يوالف وسمو بجيك السخانه هذيك اللي شغل ما يقولش كيما بلادك، مي تشبه لها شويه. وفي الشتاء، في الشتاء غنيه عن التعريف، شغل تمام راك ساكن زعما في مناطق نقولوا في مناطق جبليه وكاين البرد، مام لي زاميريكان ما يحبوش كندا في الشتاء. واش يديروا هنا الناس؟ مام هنا لي كنديان تسمى الكبار، لي كبار في السن اللي ما يحبوش تسمى اللي عندهم امراض ولا سيرتو اللي امراض، ومام اللي ما عندوش مرض اللي ما يحبش برك هاد لا سيزون، واش يديروا؟ الحق شتاء عندهم منازل في الماريكان، اون فلوريد، فلوريدا في الماريكان، يروح تماك كاينه سخانه صيوفي شغل. شو الصيف على العام عند الناس هكا شايف؟ بصح شنو قام لا ماجوريتي كاع كبار تما باش يقدروا يشريوا دار وكلش، تما لازم تكون خدمت في حياتك وكلش. هذا فيما يتعلق في الشتاء، الشتاء بارده بزاف. شوف كاين في واحد المناطق انا ما حضرتلهاش بيرسونالمون تاع ناقص 50 درجه، ناقص 50 درجه كتيماجيني خو، شو راك داخل شومبر فرواد ومشعل فونتيلاتور وداك الريحه ويجيك جامد هكا شايف، تجمد سير بلاص. غير تخرج برا كي تكون هكذا لا سيزون بارده واش راح تحس؟ تحس لي نارين تاوعك شغل بداو يتجمدوا شاف، كي تسيي تحل نيفك هكذا تحس بلي شغل راه جامد بوزيسيون وحده، والريح يجيك بارد بزاف في لي بومو. لو كنت تستنشق الهواء رابيدمون هكا يوجعوك لي بومو من قوه الهواء اللي بارد. بصح انا ما نقول لكم هاد الصوالح باش نديكوراجي خاوتي وخواتاتي، اكثر الريح من الله. واو ماش تصب شتا، راه يتصب اوراق تاع الاشجار، ما بيش راكم تشوفوا من الاور ولا لا. شتا ما تخليش شتا ديكوراجيك باسكو صح سي فري، مام هنا لي كندا ما يحبوهاش بزاف باسكو طول، باسكو شغل جايه طول وشغل تاع علاش نهار قصير بزاف. ايماجيني يا اخو 4 ونص 5 غير ظلمه زيد، 5 تاع نهار تاع شغل كيما نقولوا 5 مور العصر شاي ظلمه زيد، شغل نهار قصير بزاف والبرد والظلمه. هاد العفايس يلعبوا لك شويه على المورال. بصح وشنو هما كيفاش نديروا انا تسمع علموا لي هاد العفسه هنا لي كنديان علموني هاد العفسه. ما عند لا فارماسي جون كوتي واش نشري فيتامين دي، فيتامين دي مليحه علاش؟ باسكو هنا شغل في فصل الشتاء ما الجسم تاعك ما يتكسبوزاش يعني ما يتعرضش بزاف للشمس باش تنتج فيتامين دي في الكور تاعك. واش نديروا؟ نشرو فيتامين وعفسه ناتورال، ما يعني ما ماشي حاجه اللي تخوف. وكما قلت احسن سيزون هي سيزون تاع الخريف، سيزون تاع الخريف هي تسمى كندا معروفه بها، ديجا درابو تاع كندا العلام تاع كندا مديسينيا فيه ورقه تاع اسمه تاع ليغابليي، تسمى ستان كيما نقولوا ستان سامبول يعني رمز تاع كندا. علاش دوك نقول لكم؟ علاش فوا معايا
غير يلحق وقت الخريف باسكو شغل النباتات ما تقدرش يعني الاوراق ما تقدرش تعيش مع البرد اللي بدا يجي. واش يصرى؟ يبداو يطيحوا، يبداو قبل يبدلوا لاكولار تاعهم. شوفوا ليك لاكولار تاع هذيك الشجره شفتوها، فرايحه شويه الاحمر شويه البرتقالي. ومن بعد واش يصرى؟ يبداو يطيحوا. كي يبداو يطيحوا الشوارع كامل تتعمر، لي جاردان كامل يتعمروا ببلوسمو بالورق هذوما، وشغل يمدوا واحد اللوسمو واحد اللوك فريمون شباب الكندا يعني اون جينيرال. الطريق تولي شغل معمره بالاوراق مون، سيرتو مع الريح يعاونها بزاف باش يطيحوا الاوراق هذو. لك هنايا شو كيفاش الحاله كامل تتعمر بالاوراق. وشغل فاش مليحه لا سيزون هذه، فاش مليحه بزاف وفاش تعجبني سكو ما كاينش البرد. راك تشوف راني بدو ميمور وكاين ريح خفيف، شغل هذيك بريز اون انغلي كيش يسموها يا ربي نسمه. نسمه هذيك شغل هذيك نسمه المليحه اللي ريح ماشي قوي بزاف وبروده خفيفه، ماشي زعما شغل برد، بروده خفيفه. قول فريمون سي لا ميور سيزون. تاعنا كي تجي هاد لا سيزون نبدا نخاف شويه. علاش نبدا نخاف؟ ماشي خاش غير نبدا نقول بلي راني جايه سيزون تاع الشتاء، تما الخريف رايح وراي جاي الشتاء الواعره هذه، وسما ولازم تلبس ولازم تعس واش تلبس، وراو جاي الجليد او جاي لوسمو. سيرتو عباك علاش ما يحبوهاش الناس في وسمو، وان شاء الله كي تجو ديكوفريو هاد العفسه علاش الناس ما تحبش بزاف فصل الشتاء. ستاسيونمون بان عمي، ستاسيون موليك عباك شمع تار تروتواري دي نيجي وين حلو تلج تلحبك. وراه المشكل المشكل هذيك لا بتيت بارتي اللي بين تروتوار وطريق تسمى باش ستاسيوني طونوبيل، هذيك بس باش دي نيجي يعني بس باش ينحو. هذيك ماشي تلج، ماشي زعما تلج ترفدو هكذا وتلعب به، تولي شغل محجر جليدك شايف، يولي شغل فريمون طيح على راسك تتفجر يعني راسك يتفتح كيما البيطون شايف، ويزلق. هذا هو العفسة اللي يكرهوها كامل الناس اللي ساكنين في كندا، وكي يجي الثلج يبداو يخمو فيها سي هاد الجليد هذا اللي يكون في طريق تاع ستاسيونمون. عندك بالا تقدر تنحي هذاك الثلج لا كوش تاع الفوق يعني الطبقه الفوقانيه السطحيه، بصح واش يبقى لك هذاك الجليد الواعر، وهذاك هو اللي فريمون شغل اللي يخليك تقالي. دونك سي بور سا اللي شتا شويه واعر، كامل الفصول فريمون هايلين هنا في كندا، وشك يعني كل فصل عنده الشارم تاعو عنده الجمال تاعو. تما مانيش نقول لكم هكذا باش تقولوا يا خا شتا، وسيرتو اللي معولين يجوا في الشتا سيرتو باش يجوا يقراو ولا بون يجوا يزوروا. قلال اللي نعرفهم يحبوا يجوا يزوروا كندا في فصل الشتاء، باسكو شغل انت راك في سخانه في الجزائر غتجي تريسك البرد يا خويا. انا شوف غير اذا تحتمت انا ما نصحكش ديرها، باسكو فريمون راح يصرى لك ان شوك تيرميك يعني شوك تاع السخانه، شوك تاع حراره كيما ماشي غير تاع السخانه تاع البرد، سخانه البرد. صافي شنو بوكو بلوس لي زيتيديون سورتو لا كيسيون اللي تجيني بزاف سي كو واش من الحوايج اللي نجيبوهم معنا في الجزائر باش نبريباريو روحنا للشتاء؟ ما عندك، ما راح تجيب من الجزائر صاحبي. الجزائر شغل ما يتباعوش عندنا حوايج اللي فريمون تقدر تقابل بها الشتاء، باسكو احنا رانا نحكوا على من ناقص اضعف الايمان ناقص 10 درجه، وفي الجزائر ما كاش حوايج تاع ناقص 10 درجه. مام يقول لك هادو ما تاع الشتاء وتاع شنو ما كاش، باسكو علاش؟ حوايج تاع كندا فيهم شغل حاجه سبيسيال، فيهم الريش تاع الايوز تاع البراكه باش كيش يسموها بالايوز هكا الوزه، الريش تاعها فريمون يغاردي سخانه كيما انا عندي في المونتو تاعي بوان زيرو فيه الريش تاع الايوز هذيك فريمون ما تحش كامل بالبرد. واش تقدروا تجيبوا معكم؟ بون الجين نورمال تلبسوا الجين، باسكو انا في الشتاء ما نلبسش زعما عفسه تحت الجين، زعما عفسه تحت الجين تاعي ما نلبسش، باسكو علاش؟ شغل تسخن سورتو كي تكون تمشي، و لا ماجوريتي تاع الوقت يعني اغلب الوقت ما حش تكون برا، تسمى تروح تمشي تخرج من المترو باش تروح زعما للجامعه ولا تروح لخدمتك ولا وسمو. تسمى ما ننصحش انك تلبس حاجه تحت الوسمو باسكو من بعد شغل السخانه ويجوك لي زافت ويجوك كذا من المهم شغل سي ان بو ديغولاس السوجي هذا. لكن واش تقدر تجيب معك؟ كيما قلت تجيب معك الجين، تقدر تجيب معك ليغون تاع الشتاء، تقدر تجيب معك الكاشني، تقدر تجيب معك بوني، على كل حال هذوما كامل رخاص. تروح لدولاراما ان شاء الله ندير لكم عليها فيديو كي نروح تماك، ندير عليها فيديو. دولاراما شغل كلش رخيص شايف من 1 دولار وطلع قل تقدر تلقى ب 50 سنت تشري صوالح. وقال تماك تشري كيت كومبلي تاع بوني كاشني ليغون تلقاها مع بي شحال، المهم عرفتها فريمون بورك ساون، مي شغل حاجه اللي تقدر تجوز بها الشتا. شوفوا فيما يتعلق بالحوايج كاين واحد الشركه اسمها بوان زيرو،
كاين واحد الشركه اسمها ذا نورث فيس، وكاين كندا جوس. هاد ثلاثه شركات، وكاينين واحد اخرى انترنت. هادو هما كي تحبوا تشوفوا فيس تاع الشتا روحوا لعندهم تشري مونتو. نورمالمون اشاك فوا يديروا زعما بروموسيون تشري مونتو صباط يعني غوداس يعني بوت كيما يسموهم هنا، سي دي بوت. تشري زعما مونتو اي دي بوت يديلك اون رميز، هكا شايف رميز فريمون مليحه. كيما انا مثلا كي جيت في 2021 شريت مونتو بوان زيرو ولي بوت باجار. باجار سي اون مارك بزاف هايله تاع صبابط هنا في كندا، فيهم لي كرونبون. شايف شتو كيما حكيت لكم على الجليد هذاك، هاد الصباط فيه لي كرونبون كيما تاع شتو تاع الفوت، بصح لي كرونبون تاعو جايين بالحديد يشد مليح في الجليد. جينيرالمون كي تروح تشري تلقى واسمو تلقى مونتو ديفير بلس بوت، تلقى شغل البري تاعهم شحال وشحال واسمو. وشنو هو ما تشوفش من عند لي ماغازان اللي تلقاو بلي لي بري بزاف ديفيرونس مع لي مونتو الاخرين. زعما مونتو راك لقيتو ب 400 دولار بالمناسبه غاليين شويه الحوايج هادو، بصح كي تشريهم تنساهم مازلت تشريهم. مونتو تلقاها زعما في بوان زيرو تلقاها ب 400. انت تروح يقول لك عند ماغازان واحد اخرى يا 120 نبيع لك واحد كيما هذاك. لا 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 سي بلاطك يقول لك لا هذا المونتو هذا شغل المونتو الاول شغل لا مارك الاولى بصح من ديموديا مونتو ميم ديمودي يجي نص تاع البري تاع الاخر، ماشي 175 دولار يقول لك هذا مونتو حر. لا هذه باش ما تلعب لك. قلت لك دوك انت راك في الجزائر تونس ولا المغرب ولا نابورت كال بلاد عربيه اخرى، كي تجي لهنا حاجه الاولى يديرها وجد بيجي بيجي يعني شغل وجد دراهم باش تشري صوالح تاع الشتاء، سورتو اذا راك جاي في الشتاء. شري مونتو شري لي بوت هادو اوبليغاتوار، ما كاش كيفاش راك شايف، ما كاش كيفاش زعما داير في بالك لا نجيب عفايس نلبس بزاف تريكوات ولا كاش كيفاش خو، ما كاش تلبسوش تلبس تاع الجزائر ما راحش يدفيك، راح تمرض روحك. علاش ليك تمرض روحك؟ انت جيت زعما باش لحياه افضل، ما جيتش باش تمرض روحك يا خوتك. العفسه الاولى تاعك انك تشري الحوايج، والعفسه الثانيه تاعك ما لازمش تقعد بزاف برا. هذه شغل مليح كي شوش كي يصب الثلج، كي بدا يصب الثلج تقدر تخرج برا مليح، باسكو جينيرالمون كي بدا يصب الثلج حاب يقول لا تمبيراتور ماهيش هابطه بزاف، يعني درجه الحراره ماهيش هابطه بزاف. لكن اتونسيون كي ما يكونش يصب الثلج وتلحق لك في تليفون، هنا كاينين لي زالرت ميتيو، تلحق لك في تليفون بلي كاين اليرت بلي راه كاين الجليد برد بزاف ولا راه جايه طومبيت دو ناج ولا عفسه كيما هكذا. تا ايفيتي لو ماكسيموم بوسيبل تاعك انك تبقى لمده مطوله برا، باسكو صرالك ليبوتيرمي يعني كيما نقولوا لا شوت انخفاض سريع تاع درجه الحراره. هذه انا ولا غير قريب صرات لي مره. شوف كان عندي تراجي شويه كبير، رحت شوف بالمترو ومن بعدها بالبيس، وسنيت البيس بزاف. كي سنيت البيس بزاف شغل نورمالمون انا الناس الاخرين كانوا مورايا داخل الستاسيون هذه زعما باش يتخباو من البرد، انا واش درت؟ انا قاعد نستنى في البيس زعما باش ما تروحليش بلاصتي. عقليه الجزائر راك شايف عقليه تاعنا تاع الجزائر عندها بزاف. شو كي جيت شو عقليتي نافيغي بلاصه فلوس مع عقليه تاع الجزائر كوس كدا تافوره البيست تافوره. المهم الناس كاع مخبيين فلوس مو انا بديت نبرد بعد شغل بديت خلاص ما وليش نحس بعتي يا ما وليش نحس برجليا كدا منع. ودخلت انا غير دخلت جا البيست الناس كاع ركبت وانا بقيت لداخل باسكو ما قدرتش نخرج برا. مي هذه هي مصالح حكا تعلم منهم. شنو هو ولا غير البرد خاوتي شغل ما لازمش تريحوا اكثر من نص ساعه 45 مينوت ماكسيموم ساعه برا. كي تكون تمشي معليش هاي كان الكور تاعك راهو يديبلاسي، بصح كي تكون واقف زعما تسنى كيما انا هكذا موفيز ايدي فكره ماشي كامل شابه. فوالا اذا عندكم كاش كيستيون على فصل الشتاء باسكو راهو داخل فصل الشتاء هنا في كندا حطوها لي في لي كومونتير في هاد لا فيديو ان شاء الله راني نريبوندي لكم. ودعوا لنا ان شاء الله لصاحبنا هذا الشفاء العاجل ربي يشافيه ان شاء الله سي با فاسيل خو. وكيما قلت لكم ان شاء الله نهار واحد اخر في السمانه هذه او كور دو لا سيمانه هذه ان شاء الله نخرج الجزء الرابع تاع الاجوبه على لي كيسيون تاعكم. وليكيب كاين حاجه حبيت ندومونديها منكم ثاني، تفاعل على القناه هذه، القناه راهي قناتكم تفاعلوا فيها. يعجبك فيديو دير جيم، ما يعجبكش دير ديسلايك وحط لي في لي كومونتير علاش كومونتي بارطاجي. المهم دير كش حاجه ما. اذا استفدت وشفت الفيديو هذيك وعجبتك من فضلك اتفاعل معايا راك شايف تفاعل مع لاش. عندك كش سؤال حطه، عندك كش عفسه ما عجباتك حطها معليش نسمع الكامل اقتراحاتك. شايف ماشي من جاي من الجزر تاع نلقاك درت لي اقتراح هيا نسبريميك ولا نبلوكيك ولا معليش. شوف طونك يكون كومنت محترم ماشي كامل مشكله، نسمع لخوتي ولخواتاتي ونتقبل النصيحه يعني بيديا مفتوحين نتقبل النصائح. كيف نقول لكم تهلاو في روحكم ولا بروشين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.